إلى السماء تجلت نظرتي ورنت، وهللت دمعتي شوقا وإيمانا. يسبح الله قلبي خاشعا جزلا، ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا. جزيت بالخير من بشرت محتسبا، بالشهر إذ هلت الأفراح ألوانا. عام تولى فعاد الشهر يطلبنا، كأننا لم نكن يوما ولا كانا. حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير هذا شهر مكرمة، اقبل بصدق جزاك الله إحسانا. اقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا. اعط الفرائض قدر لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغط، لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا. وصدق المال وأبذل بعض أعطية، لن ينقص المال لو أنفقت إحسانا. السلام عليكم متابعين الأعزاء. ينتهي شهر شعبان علينا بالخير، ويهل علينا شهر الخير والفضائل والبركات. فماذا يحدث في أول ليلة من شهر رمضان؟ هل كنت تعلم هذه المعلومة الجديدة؟ سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. رمضان هو شهر اختصه الله بفضائل عظيمة ومكارم جليلة، فهو كنز المتقين ومطية السالكين. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهو شهر اختصه الله بتنزيل الرحمات والبركات من رب الأرض والسماوات. ومع مرور السنين نعرف قدر هذا الشهر العظيم، فليس فقط الصيام والصلاة والعبادات الأخرى، ولكن به فرص عظيمة جدا يجب علينا استغلالها تقربا لوجه الله تعالى. فهل تعلمون ماذا يحدث في أول ليلة من شهر رمضان؟ فسوف أجيب عليكم مباشرة وبدون تطويل، فإذا كنتم لا تعرفون ذلك فاقرأوا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفت الشياطين ومرضت الجان وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولفضل هذا الشهر وجلاله كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، ويذكرهم ببركات هذا الموسم العظيم، ليعدوا له عدته من العبادة والطاعة والاستقامة على أمر الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أول ليلة من رمضان: آتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فماذا أعددنا لهذا الشهر الكريم، أول ليلة من شهر رمضان؟ إليكم بعض أبواب الخير في شهر الخير. فمن أبواب الأجر التي يمكن اغتنامها في شهر رمضان هي الصوم، القيام، تلاوة القرآن،
القرآن، كثرة الصدقة، إفطار الصائمين، الدعاء عند الإفطار، الاعتكاف، تحري ليلة القدر، العمرة في رمضان، الاجتهاد في العشرة الأواخر، السحور والمحافظة عليه، تعجيل الفطر، التسامح والإعراض عن الجاهلين، الوضوء، الترديد خلف المؤذن، المحافظة على الصلوات الخمس، المحافظة على السنن والرواتب، ذكر الله تعالى، صلاة الضحى، لزوم الاستغفار، كفالة اليتيم، البراءة من الكبر والغلول والدين، حمد الله تعالى، قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، قراءة سورة تبارك المنجية من عذاب القبر، التجاوز عن المعسر، صدق الحديث، الإصلاح بين الناس، صلة الرحم، الالتزام بخلق الحياء، إفشاء السلام، إدخال السرور على المسلم، بر الوالدين، البكاء من خشية الله، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قراءة سورة الإخلاص 10 مرات، السماحة واللين، الطواف بالبيت العتيق، القراءة في المصحف، الرد عن عرض المسلم. فالحمد لله إن بلغنا شهر رمضان بنعمة منه وفضل، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان، فهو أهل الحمد والفضل. أخي الكريم، أختي الكريمة، رمضان فرصة ثمينة يجب التخطيط لها من أجل اغتنام الأوقات، وذلك بترتيب الأولويات واستحضار التوازن في كل ما نقوم به من أعمال، ونحرص على أن يكون لنا حظ من جميع الخيرات. شهر رمضان محطة لتزكية النفوس وتنقيتها، والتعرض لنفحات الله، والرجوع والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وما يعود رمضان سنة بعد سنة إلا لنرجع نحن إلى الله تعالى ونتوب إليه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. الدعاء مخ العبادة، وله مكانة ومنزلة عظيمة في الدين. الدعاء هو إفراد الله عز وجل بالعبودية، ويعتبر شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى، والإكثار من الدعاء والتضرع، والتذلل بين يديه، والانكسار في حضرته. وهذه إشارة ربانية في ختم آيات الصيام بالإشارة إلى الدعاء فيها، تذكيرا بالله عز وجل، وتنبيه الناس إلى أن الله عز وجل منا قريب، وإنه مجيب الدعاء لا سيما في رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جعلنا الله وإياكم ممن يصوم هذا الشهر الكريم محبة وتقربا لله تعالى، وتجديد للنية والعهد معه سبحانه وتعالى، رجاء فيه أن يطهر قلوبنا وجوارحنا، لتكتمل لنا أركان الصيام ونفوز برضائه عز وجل. اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين، وأزقني فيه حلاوة ذكرك وأداء شكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين. اللهم
اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك. اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تسمع لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.